بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق بنها، نعرفكم على أسعار البقر الوالد بتاريخ 23/1/2023. بص على النبي بكري دي يا معلم، اللهم صل على النبي، دي لها مقطوعة. بص على النبي سوق ولع يا عادل. أهلا محمود بيه، السوبر يا عادل، كل لعبة 115. اللهم السلام. خلاف فادي يا معلم، خلاف فادي ذكر ليتايا عاملة كام دي يا معلم؟ هتكلم فيها بكام؟ لسه والله على الله، لسه على الله، يعني في حدود كام كده؟ اتفصلت شيء؟ لا لسه نازل. ايه دولي يا عم، عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ ايه الدنيا عامله النهارده؟ الدنيا ربنا يعديها على خير. السوق خفيف لي كده. الغلف انا. الغلف انا. ربنا يستر. معانا برضه بقرة اهي. ايوه ومعايا شاب اسمه طلاس. اللهم صل على النبي. حلبات والنظام، اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا غالي. نتايا؟ خلفها بالصلاة على النبي انتهى يا جماعة. والدة كم مرة دي؟ التالت؟ بس لها بز شال. فيها بز شال. فيها بز شال الامانه. عامله كام دي بقى؟ والله مسعر سوقها بقى النهارده يعني في حدود كده. لسه نازلين. لسه نازلين. يعني في حدود كام كده؟ اسحب. فيها قد ايه لبن دي؟ والله والله بتعلى ب 12 كيلو في الثلاث بزاز. في الثلاث بزاز؟ في الثلاث بزاز. اتفرج بس كده. يا جماعه البقره. البتريه صل على النبي، نحاول ناكل كل حاجه على يعني في حدود كم كده؟ من كام لك اهي مثلا؟ والله والله هنا فينا الصبح كان فينا 44. 44 الف يعني لو سليمة ب 62 الف. واد الضر من ورا يا جماعه، شغلوا البكره يا عمر. اللهم صل على النبي، حاول يكون كل حاجه على الطبيعه مرضيه السوق. صل على النبي، ربنا يسلك الحاج. بنحاول نقول لكم كل حاجه على الطبيعه. شارينا دي ولا اشتريتوا؟ بكام؟ السعر 45000. 45000. فيها ست حلبات. سنها ايه؟ سنها ايه؟ جوز. كسر جوز؟ والده كم مره دي بقى؟ 10 زياده. لو جوز زي ما انت بتقول هنقول والده مرتين. دي التالت. بس دي التالت هتلاقيها كسر اربع سنات اقل حاجه يا حبيبي، ده كبيره كمان مش صغيره يا حبيبي. الحسنات يا جمال بقى. حلبات 10. ايوه. صل على النبي. قلت بكام بقى دي؟ 45000. كم؟ لا انت مبالغ قوي كده. كده انت مبالغ في سعرها. هي غالية يا معلم. ها؟ حاجة غالية بس هو مغلي، هو مبالغ، هو مبالغ في الأسعار ما يقول. صل على النبي، اللهم صل على النبي. معنا برضه بقرة والدة اهي بتاعي. السلام عليكم يا حاج. والدة كم مرة دي يا معلم؟ الرابع. فيها قد إيه لبن؟ 7 كيلو. عاملة كام دي يا حاج بقى؟ 39000. اللهم صل على النبي. خدوا الضر من ورا اهو منظم. بالصلاة على النبي. ياكلوا الربيع. الصلاة على النبي. سنها قافلة عشان تبقى انتوا عارفين يا جماعة. الصلاة على النبي. بنحاول نلف كل حاجة على الطبيعة مرضية السوق. حاجة مهمة. يا احمد بقى يا لا لبن ده صار معلم اشرف. معلم اشرف قام في كفر العرب، اكبر تاج في كفر العرب الحاج اشرف كبير كده. يا احمد زايد السبع تلاف كلهم، زايد السبع تلاف كلهم. اشتريت؟ الله يبارك فيك. دور دور الله يبارك. الله يبارك فيك. بنحاول نقول لكم كل حاجه على الطبيعه. احلى مين دي؟ ربنا يسترها على الاسعار. ده عنده حاجه ما اتفرجتش فيها بسهوله، ربنا يسترها. وادي حال السوق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي كف قطة. شرب كم البارد يا حق؟ لا حبيبي. شرب كم؟ 42,000 يا حق. 42,000. فابز شلل دين؟ اه. مال مايك. يحلف والله.